احمد ابراهيم عبد الحميد، بشغل وظيفه استشاري فني لجمعيه تنميه المجتمع بسايسه، وده مبنى اداره جمعيه تنميه المجتمع بسايسه كاملا. وكان الهدف كله هو نشر وتوطين تكنولوجيا الطاقات الجديده المتجدده، بمعنى ان انا عايز اوصل للناس مرحله الطاقه الشمسيه الاستفاده منها وانها صديقه للبيئه. فانا عندي مشروع الطاقه الشمسيه بيشغل مبنى الجمعيه كامل وجميع المنازل المجاوره، وتحت الطلب للي عايز الطاقه الشمسيه.